هلو هلو ويلكم. في اس دي اكس دروب نزل لي سيمز 4 من كم يوم، سو هنتفرج النهارده على الحاجات اللي نزلت مع الاس دي اكس دروب. اول ايتم نزل هو البينتينج ديت او اللوحه ديت، كانوا عملوها شراكه مع ارتست او رسام برازيلي، which is very very nice. ما فيهاش الا لون واحد، ما فيهاش الوان تانيه غير اللون ده. اي لايكي دي هي نفسها بس النسخه متصغره درجه واحده ودي نسخه متكبره درجه واحده. مش عاجبني انه لما كبرت بقت الكواليتي بتاعها مش لطيف قوي، يعني حتى الاوريجينال بتاعها تحسوا الكواليتي بتاعها مش عالي قوي. بس اتس كيوت، محتاجين صراحه ارت بيسز او بينتينجز بسيطه زي كده اكتر في الجيم، فهوبفولي في المستقبل برضو يدونا حاجات زي كده، الوان هاديه، حاجات فيري سمبل، فيهاش الوان كتيره وبتاع. اي لايكي اي لايكي، تمنيت يكون في منها الوان اكتر. ده الايتم الثاني اللي جديد انضاف في اس دي اكس دروب. باي ذا واي، مش عارفين قصه الاس دي اكس دروبس والكلام ده كله، راح احط اللينكس اللي بشرح فيها سيستم الاس دي اكس في الديسكربشن تحت. بس بيسكلي نظام، لو رحتوا على السيتنجز جيم اوبشنز هتلاقوا هنا سيمز ديليفري. بيسكلي لما بيضيفوا كونتنت جديده مش محتاجه ابديت ضخم من اوريجين نفسه بينزلوها هنا. سو بنعمل تشيك فور كونتنت، لو في كونتنت جديد بيطلع لنا نوتيفيكيشن انه ياو اعمل ريستارت الجيم عشان اكشلي الكونتنت دي تنضاف للجيم. سو يا لو مش منزلين اس دي اكس دروب، تعالوا من هنا من جيم اوبشنز سيمز ديليفري واعملوا تشيك، ولو قال لكم اعملوا ريستارت اعملوا ريستارت وهتلاقوا الكونتنت الجديده باينه عندكم. بس ضافوا الشعر الجديد دوت، فيري نايس اي لايكي. بحب صراحه لما يضيفوا لنا شعرات جديده كل فتره، اي لاف 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 الشعرات. حاجه كمان جديده انضافت، مجموعه تاتوز، تكلمت عنها في واحد من فيديوز الاخبار الاخيره. كانوا اعلنوا ان هم هيضيفوا 4 تاتوز جداد في الجيم للبيز جيم برضو عن طريق اس دي اكس دروب، كلهم مجانا يعني، اند كلهم عملهم تاتو ارتست كلهم فيميلز، يعني عملوا شراكه مع 4 فيميل تاتو ارتست. ده اول واحد اللي على الرجل، فيري نايس، كلهم جست لون واحد ما فيهمش الوان مختلفه. ده بتاع الظهر، او ماي جاد بتاع الظهر ده از فيري فيري بيوتيفول. ولو تلاحظوا الايكون بتاعتهم في هنا اللي هو علامه البلمبا بالخضرة، ولما بتهوروا عليها بالماوس بيطلع لكم ميد ان كولابوريشن وذ، معمول بالشراكه مع، وبعدين اسم الارتست وهكذا كل واحد منهم. القطعه الثالثه اللي هي الفراشة اللي على الشست، very very nice. وبعدين ده التاتو الأخير الرابع، very very nice very cute، حلوين صراحة. قطعة الظهر صراحة very nice ألوانها حلوة والكواليتي بتاعها حلو صراحة، I like it I like it. وبعدين حاجة صلحوها، فاكرين لما ضافوا لنا الروب دوت في اس دي اكس دروب سابق برضو، كانوا ضايفين وغلط للفيميلز، سو كانوا ضايفين للفيميلز اللي هي نسخة الميل فريم، ودلوقتي ضافوا اكشلي النسخة الصحيحة، نسخة مظبوطة على شكل الفيميل فريم. لو تلاحظوا الفرق، شوفوا شكل جسمها ازاي بيتغير لما ببدل منهم. سو ده اكشلي اللي معمول للفيميل فريم، وده اللي معمول للميل فريم، بيخرب جسمهم تماما. ثانك جاد ضافوا لنا اخيرا الايتم الصحيح، which is very very nice. ومش كده وبس، ضافوا كمان للتشيلدرن، سو كل الكيدز بينضاف لهم برضو الروب والبني والدوراك، غطيين الراس اللي انضافوا برضو للكبار قبل كده، وبرضو ضافوا هم للتادرز. لوك هاو كيوت والله سو فريكينج كيوت. ضافوا لهم برضو البني والدوراك، سو ذاتس بريتي بريتي كول. كده ممكن العيله كلها تطقم نفس اللبس في واحد من الهوليديز مثلا، كلهم يلبسوا نفس الروب ونفس الالوان وبتاع، هيطلع فيري فيري كيوت. حاجه كمان انضافت، سو الشعر ده بتاع التادلرز كان اساسا منضاف في الجيم في سيزونز اكسبانشن باك، بات اخذوه من الاكسبانشن باك وضافوه للبيز جيم. والحركه دي بيعملوها كتير مؤخرا، بياخدوا كتير كونتنت كتير في الشعر، بات احيانا برضو ملابس، بتلاقيهم اخذوا حاجه كانت منضافه في ستاف باك او جيم باك او وات ايفر، حاجه يعني باك مدفوعه بيحطوها مجانا في البيز جيم. الارجيومنت بتاعهم او التبرير بتاعهم للحركه دي ان احنا عاوزين نضيف ستايلات شعر مختلفه للبيز جيم، بدل ما يبقى حاجات البيز جيم كلها حاجات الشعر المفرود اللي ما فيهوش تكتشر كتير وبتاع، انه عاوزين نضيف شعر افرو تكتشر ومن ثقافات مختلفه ومن اماكن مختلفه حول العالم للبيز جيم. طيب يا سيمز تيم يا اي اي رائعين، طب ما تعملوا شعرات جديده، طيب بدل ما تاخذوا حاجات اوريدي مدفوعه اوريدي دفعنا عليها فلوس وتحطوها مجانا في البيز جيم، طب اعملوا شعر جديد، اعملوا ملابس جديده. نوب، بياخذوا الحاجات اللي اوريدي دفعنا فلوس عليها ويحطوها في البيز جيم، بيكوز اي 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 وحركاتهم الرائعه اللي يعني جست بتزداد روعه مع الزمن. It's crazy. واخيرا اخر حاجه
انضافت مع الـ SDX Drop سيناريو جديد Limited Time سو مفتوح لحد يوم 25/4 أو 25 أبريل. Inspirational Mentor درجة الصورة بتاعته easy سو أسهل حاجة يعني. الثيم بتاعه Skills و Friendship. المطلوب فيه One Sim who is female young adult أو older وSim تانية female برضو بس teen. والهدف إن تيجي السم الكبيرة توصل واحدة من السكيلز التالية لأعلى ليفل: programming, racket science, comedy, writing, painting, fishing, handiness, logic, piano, violin, guitar, fitness, robotics, fabrication and knitting. واحدة من دول كلهم, just واحدة مش لازم كلهم obviously, just one, توصلها لأعلى ليفل. ولما توصلها أعلى ليفل هيفتح خيار إنها تعمل منتور أو تعلم السيمز التانيين أو تدربهم على السكيل ديت. تعمل منتور للتين سيم, للسيم التانية الصغيرة تعمل لها منتور 5 مرات and تكتب كتاب في السكيل ديت. But yeah, سيناريو جديد, very fun. وده كده pretty much كل حاجة انضافت في الـ SDX Drop الأخير. hopefully تكونوا استفدتوا, hopefully تكونوا استمتعتوا, hopefully تكونوا متحمسين للقادم. وبرضو هلعب السيناريو الجديد في فيديو قادم, hopefully تكونوا متحمسين ليه. تنسوش تعملوا لايك, شير, سبسكرايب and all that. واشوفكم مرة جاي إن شاء الله. باي.